لا واللاتي بل نكرم آباءنا ونخلفهم فيما كانوا عليه. عداوة محمد وحربه ما عشنا أبدا، أو نلحق بهم. كلنا على هذا. هو عكرمة بن أبي جهل كان أشد أعداء الإسلام في جحوده للحق وإنكاره. كان طويل القامة مفتول العضلات، عريض المنكبين حليما وحكيما، شديد الشبه بأبيه عمرو بن هشام. نشأ في بيت سيادة، فأبوه من أسياد قريش، وكان معروف من بين إخوته بجسمه القوي وسرعة حركته وتعلمه فنون الحرب والقتال. وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة، سلك عكرمة طريق أبيه فرفض الإسلام ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر. شارك عكرمة في العديد من الغزوات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومن أهمها غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، حيث كان هو وأبيه على رأس المقاتلين في غزوة بدر، حيث لقي أباه مصرعه على يدي الفتيان معاذ ومعوذ، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أيضا في معركة الخندق، عندما حاصر المشركون المدينة أياما طوال ولم يتمكنوا من اقتحامها، استطاع عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن ود العامري من اجتياز الخندق، فنادى عمرو بن ود العامري بصوت عال من يبارز، وكان معروف بقوته لدى المسلمين والمشركين، فخرج له البطل الشجاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبعد قتال شديد تغلب سيدنا علي على عمرو بن ود العامري، ففر عكرمة هاربا وانسحب المشركون دون أن يفعلوا شيء. وبعد أن انتشر الإسلام وأخذت كثير من القبائل تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الدور على مكة، جهز المسلمون جيشا كبيرا لفتحها كي يخرجوهم من الظلمات إلى النور. فأصر عكرمة ومن معه على مواجهة المسلمين، إلا أن عددهم كان قليلا فلم يفعلوا شيئا وفروا هاربين. إن العداوة الكبيرة التي أبداها عكرمة تجاه الإسلام هي التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر دمه هو ومجموعة من المشركين، حيث قال: اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. وبعد الفتح قرر الرسول صلى الله عليه وسلم العفو عن جميع أهل مكة من المشركين إلا أربعة، وكان عكرمة واحدا منهم، فهرب ولحق باليمن. وأسلمت زوجته أم حكيم وهي بنت الحارث بن هشام، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب له الأمان فأمنه، ثم سارت إلى زوجها في اليمن بأمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدم معها إلى الرسول وأعلن إسلامه، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعد إسلامه رضي الله عنه حاول أن يعوض ما فاته من الخير، فقال: يا رسول الله، والله لا أترك مقاما قمت به لأصد به عن سبيل الله إلا قمت مثله في سبيله، ولا أترك نفقة أنفقتها لأصد بها عن سبيل الله إلا أنفقت مثلها في سبيله. هذا جزء يسير من سيرة الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل، وسنكمل لكم إن شاء الله ما تبقى في مقاطع أخرى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك ليصل إلى أكبر عدد من الناس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.